إدلب، حلبة الصراع التركي الروسي وصندوق البريد بين الطرفين، فما تكاد تلتقط أنفاسها بعد معركة أو اتفاق حتى تعود للوقوف على رجل واحدة قبيل أي لقاء جديد بين الرئيسين أردوغان وبوتين، وبحث الأطراف المعنية عن تسوية جديدة أو تعديل أخرى قديمة. اليوم ومنذ أسبوع تدفع إدلب دماء جديدة لتضاف إلى فاتورتها الكبيرة، تصعيد روسي مكثف على مناطق وأهداف مختارة بعناية، تستهدف بالمقام الأول معسكرات ومواقع لفصائل من المعارضة السورية محسوبة على تركيا، بدأتها بإدلب وأنهتها باستهداف معسكر في عفرين بريف حلب. ولعفرين الخاضعة لعملية غصن الزيتون حساسية مفرطة عند الأتراك. يبرر الروس تحركهم بحجج قديمة حديثة. عسكريا تقول القوات الروسية إنها رصدت عشرات الانتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب، وتتهم جبهة النصرة، وهي تسمية تصر عليها روسيا بدل هيئة تحرير الشام، وفي ذلك رسائل لمن يعنيهم الأمر أن الإرهاب ما يزال حاضرا في آخر معاقل المعارضة. يكمل الشق الدبلوماسي تلك الاتهامات، ويعلن لافروف وزير الخارجية الروسي عدم وفاء زملائهم الأتراك بتعهداتهم بفصل المعارضة عن من يصفهم بالإرهابيين، وهي سبب كاف عند حكومته لاستمرار عملياتها العسكرية. الأتراك لا يقفون متفرجين، يعلمون مسبقا أن أي تحرك روسي قد يدفع بمليون لاجئ سوري جديد إلى أراضيهم، ودون ذلك مخاطر سياسية وأمنية يصعب على الحكومة التركية تحملها، فتدفع على عجل بتعزيزات عسكرية قتالية للجيش التركي إلى مواقع متقدمة في إدلب تتضمن مدافع ومدرعات ثقيلة، ليقولوا إن الرسالة الروسية وصلت والرد عليها بدأ. سياسيا أيضا يتحرك الأتراك من رأس الهرم إلى أسفله، فالحديث عن إدلب وسوريا ككل ومعها العلاقات التركية الروسية لم يغادر حديث المسؤولين الأتراك طيلة الفترة الماضية، ومنهم أردوغان نفسه الذي رفع من سقف تصريحاته تجاه روسيا والحكومة السورية. كل ذلك يحصل بطريقة واضحة بأن كل طرف بما لديه من تصريحات ورسائل يلعبها الآن في الوقت بدل الضائع قبيل القمة المرتقبة بين أردوغان وبوتين في موسكو، وبناء عليه سيتحدد مصير إدلب خلال الفترة المقبلة، فإما نارا أو بردا وسلاما، مع أن ما يجمع الطرفين في ملفات أخرى كصواريخ الأس 400 ورفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار أكثر مما يفرقهم كالملف السوري. لكن يبقى للرئيسين حسابات بيدر تختلف عن حسابات الحقل.